أهلا بكم والتفاصيل. والبداية من أخبار المنتخبات الوطنية، إذ يواصل منتخبنا الوطني تدريباته في مراكز التدريب التابعة للمدينة الرياضية بمحافظة البصرة تحضيرا لمواجهة منتخب فيتنام. التدريبات جاءت تحضيرا لختام جولة التصفيات المشتركة لنهائيات كأس آسيا والتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم. وشارك في التدريبات جميع اللاعبين الذين ظهروا في جاهزية تامة وبإشراف من قبل الجهازين البدني والطبي للمنتخب. وأكد اتحاد الكرة أنه سيتم تأهيل اللاعبين بالشكل المثالي قبل الوصول إلى موعد مواجهة منتخب فيتنام يوم الثلاثاء المقبل. وفي المقابل خاض المنتخب فيتنام أول وحدة تدريبية له على ملعب المدينة الرياضية في البصرة. هذه التدريبات تأتي تحضيرا للقاء منتخبنا الوطني في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم المقبلتين الثلاثاء المقبل. يذكر أن لقاء الذهاب الذي جرى في العاصمة الفيتنامية هانوي قد انتهى لصالح منتخبنا الوطني بهدف دون رد، ويتنافس الفريق الفيتنامي مع نظيره الاندونيسي على خطف البطاقة الثانية بعد أن حسم منتخبنا الوطني بطاقة التأهل الأولى بالعلامة الكاملة. انه يعرف من المنتخب العراقي، لان سبقا لعبوا امامه في بطوله اسيا الاخيره، يعرفون يعني قوه الفريق العراقي، ويعتبر من المنتخبات القويه في القاره الاسيويه، لكن هم يملكون تشانس للتاهل للمرحله القادمه، وهذا ولو انه قليل، لكن يملون انه الطرفين المباراه الاخرى مع اندونيسيا وانه تكون النتيجه بمصلحتهم حتى يلعبون على هذا الامل. نعم هي أجواء حارة، لكن عندهم 3 أيام للتعود على الطقس بالعراق والبصرة، وإن شاء الله يكونوا مستعدين للمباراة، إنه المباراة تكون يعني هم يدخلون مستعدين للمباراة باعتبار إنه راح يتعودون على أجواء بالبصرة. أكدت إدارة المدينة الرياضية في البصرة أن الملاعب جاهزة لاحتضان مباراة المنتخب الوطني مع منتخب فيتنام. وأبين مدير المدينة الرياضية لطفي الجزائري أن فريق العمل وضع الخطة التنظيمية والأبنية اللازمة بالتنسيق مع شعبة أمن الملاعب والشركة المتعهدة بتنظيم المباراة وبيع التذاكر وفرق الجهاد التطوعي. في البصرة جهوزية المحافظة لاستضافة المباراة الأخيرة لمنتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة أمام فيتنام، معربين عن ثقتهم بقدرة المنتخب على خطف الفوز. رؤية منتخبنا أنه منتخب مستعد لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة هي جانبها معنوي أكثر من جانبها العددي كنقاط، لأن أنت كما تعرف أنه منتخبنا متصدر، وبالتالي حتى لو لا سمح الله أخفق في هذه المباراة لن تؤثر عليه، لكن من الجانب المعنوي هي مطلوبة جدا، لأننا نستعد من الآن لخوض التصفيات القادمة المؤهلة لكأس آسيا ولمونديال 26، وبالتالي نتحدث عن حضور قائم لمنتخب في المرحلة القادمة. اليوم المنتخب السعودي الرافديا عازمين على تقديم الأفضل والأحسن من خلال الأداء ومن خلال النتائج باعتباره هو متصدر المجموعة، فأعتقد الجاهزية كانت بالجاهزية القصوى، هناك أدوات وهناك لاعبين، قدر يخلق تكتيك رائع من قبل الكادر التدريبي، لاحظنا هناك تجانس، هناك تقارب ما بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر من حيث اللاعب المغترب واللاعب المحلي. منتخب في حقبة المدرب الجديد المدرب الإسباني، يعني حقبة جديدة موفقة، مع هناك تجانس من قبل الاتحاد والكادر التدريبي، نتمنى يعني يستمر هذا التوفيق ليس بالتصفيات وإنما حتى بالنهائيات، ونشوف العراق إن شاء الله يعود إلى كأس العالم ويكون بطل القارة إن شاء الله بالفترة المقبلة. مباراة اليوم يعني أمام الفلبين هي مباراة مهمة جدا، رغم أنه تأهلنا ومتصدرين المجموعة، لكن المباراة لها
لها أهمية من ناحية تنظيمية، حيث أن التنظيم الجيد لهذه المباراة سوف يؤهلنا أنه نكسب أنه نستقبل مباريات منتخبنا الوطني على ملعب المدينة الرياضية في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2026. تعتبر مباراة خلينا نقول حاسمة وتأهيلية للأدوار الحاسمة، نشوفهم البصرة شنو زين، تنظيم جماهير، تنظيم قوات أمنية، الملاعب جاهزة على مستوى عالي زين، يعني إن شاء الله راح تطلع بصورة جيدة. البصرة حقيقة جاهزة بملاعبها وملاعب التدريب أو الملاعب اللعب، أمن الملاعب جاهزين، الإعلام كله جاهز، الجمهور إن شاء الله جاهز على يعني مستعد يعني بحماس، وإن شاء الله يتحقق تتحقق النقاط كل النقاط إن شاء الله. بالنسبة خلي أبدي إياك من الأخير، بالنسبة للبصرة، البصرة دائما ما تكون مستعدة وعلى أفضل استعداد بحكم أنه خلينا نقول صارت عندنا إحنا في البصرة الخبرة اللازمة لاستضافة البطولات واستضافة المباريات الكبرى. أهمية المباراة تكمن في حصول الثلاث نقاط وتصنيف المنتخب بالنسبة للفيفا. إذا مشاهدينا، وهذه عودة للاتصال مرة أخرى مع مدير المدينة الرياضية الأستاذ لطفي الجزائري. أهلا بك من جديد أستاذ لطفي. حياكم الله أختي الكريمة. أهلا وسهلا. أردنا أن نستفسر من خلالك عن أهم نقطة وهي جاهزية ملعب البصرة الدولي لمباراة العراق وفيتنام. نعم بالضبط، مثل ما تعرفين أختي الكريمة، ملعب البصرة الدولي ومباريات المنتخب خصوصا بتكون مباريات من العيار الثقيل، خصوصا حضورها الجماهيري. عامل التنظيم يحتاج إلى فد خطوات إضافية أو فد أعمال إضافية فيما يخص الخطة الأمنية، فيما يخص تنظيم الجمهور، عدة خطة أمنية اشتركوا بها قوة أمن الملاعب بالمحافظة، تعززوا 300 عنصر أمني من محافظة بغداد، لزموا الأرض في ممارستين. إحنا لازم نطلع بالوجه الصح أو كخطوة بها أفضلية عن الخطوة السابقة. أمن الملاعب، الجهات الأمنية وزعت الواجبات بصورة صحيحة، فرق الجهد الطوعي اللي راح يكون لها دور فعال عملية التنظيم والإرشاد والدلالة للجمهور، تذكرة المباراة تذكرة رصينة ما راح تسمح لأي خرق إن شاء الله، راح نحقق شيء إن شاء الله يختلف عن المباريات السابقة. خاصة إنه أكو احتفالية قبل أو بعد المباراة، هذا الأمر شوي يحتاج تنسيق. الجانب التنظيمي مشرف المباراة أدى اطمئنانا من هالناحية، هاي الملعب البصرة أصلا فنقول مختبر أو مجرب بهيك مناسبات، تقنيات الملعب كلها جاهزة إن شاء الله، من أرضية ملعب إلى الغرف الأمنية إلى غرف الطبابة، الإلكترونيات، استوديوهات، خطة استقبال الضيوف، الملعب جاهز إن شاء الله، وراح نكون بالموعد وبالصورة اللائقة. من خلال كلامك أنه الخطة الأمنية والتنظيمية على أتم الاستعداد والجهوزية لهذه المباراة صح؟ وجادين يعني، لأن قلت في المرحلة الجاية من التصفيات راح تكون على مستوى من الأهمية أكثر. أكو بعض البلدان اللي تطلب جانب أمني أكبر، خصوصا جانب الملعب، جانب التنظيم. جمهورنا جمهور ما شاء الله عليه، يعني عنوان الانتماعتهم من خلال كرة القدم أو من خلال الرياضة، لهذا كيفش تكون مباراة من العيار الثقيل. هاي تحتاج إلى خطط مكثفة، دائما خطط إلى خطط بديلة، استقبال الوفود، ملاعب التدريب، الفعاليات اللي أدوها المنتخبات، الأمور كلها طيبة إن شاء الله، ما متحسبين لأي طارئ إن شاء الله، ماكو أي شيء جديد. في حال حصول تزاحم جماهيري عدة خطة بديلة لهالشيء هذا إن شاء الله، وإن شاء الله راح نكون بالبال إن شاء الله. نتمنى التوفيق للجميع. شكرا لكل المعلومات القيمة مدير المدينة الرياضية الأستاذ لطفي الجزائري، شكرا جزيلا. بدورها أعربت الجماهير الرياضية في أربيل عن ثقتها بقدرة سود الرافدين على مواصلة نتائج جيدة في التصفيات الآسيوية المزدوجة وتحقيق الفوز في مباراته الأخيرة أمام فيتنام. اول شيء عاشتيد الشباب ما قصروا بالمباراه، كانت مباراه كلش حلوه، اداء حلو من الفريق صراحه، بيضة وجهنا مثل كل مره، نتيجتنا كانت حلوه ان 2-0 فزنا بيها، ومباراتنا الجايه ويا فيتنام ان شاء الله راح تكون همينا بيها فوز ان شاء الله مضمون يعني للعراق. نقاطنا كانت حلوه، كملنا كل المجموعه بصوره انتصارات كامله يعني،
ونطمح طبعا انه نكمل تاهلنا للتصفيات كاس العالم ان شاء الله. والله اتمنى موفقيه لمنتخبنا الوطني، وعندنا لواعيب يعني ان شاء الله نجيب نتيجه كلش زينه، وان شاء الله نوصل كاس العالم هالمره مثل 86، وان شاء الله موفقيه. شبابنا ان شاء الله قادرين عليه. ألف مبروك للعراق على هذا الفوز، وكان إنجاز كلش كبير، وإن شاء الله نتأهل كأس العالم، ومستوى جيد والمنتخب يعني في تطور مستمر، وإن شاء الله يظل بهذا المستوى بهذا التطور للأجيال القادمة ويكون أحسن دائما. أول شيء بتمنى كل التوفيق للمنتخب العراقي الشقيق بمباراته القادمة مع فيتنام، مباراة قوية بس منتخب العراق قوي وبيجيبها وما بيخاف عليه ابدا، يعني ان شاء الله بمعية ايمن الحسين والشباب، هن متصدرين ومتاهلين، بس يعني زياده الفرحه فرحه مثل ما بيقولوا، وان شاء الله بتمنى لهم كل التوفيق، ورح تكون اكيد مباراه حلوه، ونحن علينا نساعدهم وندعمهم وهذا صوتنا. والله صراحه يعني حاليا احنا بوضع احسن من قبل اكيد، هذا الجيل هو يمكن اقوى جيل اجى ورا 2007. كل تمنياتنا من زمان نشوف المنتخب الوطني بنهاية كأس العالم. جماهير محافظة نينوى وهي الأخرى جددت ثقتها بقدرة المنتخب الوطني في الفوز على فيتنام وإنهاء التصفيات الأولية لكأس العالم بالعلامة الكاملة. أداء المنتخب ما شاء الله جيد جدا، وفي تحسن وفي تطور ما شاء الله، وان شاء الله النتيجه ان شاء الله 2-0. ان شاء الله نتمنى فوز المنتخب العراقي مع فريق المنتخب فيتنام، واتوقع الفوز العراقي ان شاء الله 2-0. والله كل امل ان شاء الله بفوز وصعود، هو طبعا المنتخب صعد لان ضمن 15 نقطه، فكل امل ان شاء الله بالصعود والفوز على المنتخب الفيتنامي الاسبوع المقبل ان شاء الله في البصره الحبيبه. اداء المنتخب العراقي جيد جدا يعني، ويتطور يعني ما شاء الله، وان شاء الله يعني الفوز لنا. وكان اداء المنتخب العراقي جيدا جدا في المباريات السابقه، وكان الفوز 2-0 على اندونيسيا، كسبنا 3 نقاط، وكان الاداء جيدا جدا من اللاعبين، وتوقعاتي لفوز العراق 2-0 او 3-0 على فيتنام. والله ان شاء الله يتحسن، موجود البدلاء يوسف الامين، ايمن حسين موجود، يوسف علي جاسم، هؤلاء المواهب يجب الاحتفاء بها وتطويرها في المستقبل ان شاء الله. والله جيد جدا المنتخب العراقي، وجماعتنا متفاهمين، والمدرب مالنا كل الزين، بس متمنى انه القادم افضل وافضل. وللحديث اكثر عن مباراه منتخبنا الوطني ينضم معنا المحلل الفني صفوان عبد الغني. اهلا بك كابتن. اهلا وسهلا بحضراتكم، تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي قناه العراق. حياك الله كابتن. منتخبنا يسعى للظفر بنقاط المباراة وتحقيق العلامة الكاملة إضافة إلى الارتقاء في مستوى التصنيف الدولي، كيف تقرأ أهمية هذه المباراة؟ يعني المباراة ما تقل أهمية عن سابقاتها بالنسبة للمجموعة، بالنسبة لمجموعة منتخبنا الوطني في خوض التنافس، وأيضا ما تفضلت في حضرتك ممكن تحسين التصنيف، وهذا جانب مهم جدا راح يساعدنا بشكل كبير في انه يضعك في المستوى الثاني على مستوى القرعه القادمه، وهي تقريبا التصفيات الاهم اللي راح تكون من خلالها التاهل لكاس العالم. هذه المرحله الاوليه ضمنت تجربه بشكل ممتاز جدا من ناحيه النتائج، وكذلك في بعض الاوقات من ناحيه الاداء، على امل ان شاء الله ان نرتقي بادائنا بشكل افضل، بدءا من مباراه فيتنام اللي هي راح تكون البروفه الاخيره لمنتخبنا الوطني قبل خوضنا لغمار التصفيات النهائيه اللي راح تكون بالمرحله الثانيه على شكل 3 مجاميع، وتعرف حضرتك كل مجموعه راح تشمل 6 فرق. بظل الجانب اللي ممكن ان ننظر له من هذه المباراه الجانب الاداء بالدرجه الاساس، كذلك جانب النتيجه اللي ممكن ان يحسن تصنيفنا، وهذا ايضا راح يساعد بشكل كبير في انه يضعك ممكن في مجموعه نوعا ما مستويات الفرق اللي راح تنافسك اقل، يعني اذا انت تجاوزت المستوى الاول ما راح تتجاوزه، المستوى الثاني بالممكن اذا ما ارتقيت انت لهذا المستوى راح تبتعد عن السعوديه، راح تبتعد ايضا على استراليا عفوا، ممكن قطر، يعني السعوديه ممكن ان تذهب للمستوى الثالث مع اوزبكستان، فكل هذه الحسابات ممكن
خليها بالحسبان، وهذا الامر اعتقد على عاتق كاساس من خلال عمل الفتره الاخيره شاهدنا انه كل هذه الجوانب اللي تفعلت من ناحيه النتيجه، من ناحيه على الاقل تقدير تطور وتحسن الاداء، هي عوامل وبوادر ايجابيه تخلينا ان شاء الله بالمستقبل القريب متفائلين باداء منتخبنا الوطني، ان شاء الله نحقق طموحات البلد بالمجمل والشارع الرياضي بشكل عام لتأهلنا لكاس العالم ان شاء الله. طيب كابتن، هل سيعول المنتخب على عامل الارض والجمهور لتحقيق حلم التأهل؟ يعني هذا بالدرجة الاساسي اللي فقدناه في فتره سابقه، يعني عامل الارض والجمهور انا اشوفه واحد من مكاسب هذه التصفيات اللي فقدناه في فترات سابقه واللي كان عائق بالنسبه لعمل منتخباتنا في مشاركاتهم في تصفيات كاس العالم. مثل ما تعرف حضرتك اليوم الجمهور له دور كبير في تحفيز اللاعبين، واغلب المباريات اللي خضناها على ارضنا بالذات نتكلم عن بطوله الخليج كان دور الجمهور جدا ايجابي في اعطاء الحافز للاعبين ودور فعال جدا في احرازنا لقب البطوله، على امل ان شاء الله ان يكون ذات الامر يحضر في التصفيات من ناحيه التحفيز العالي اللي ممكن او المسانده الكبيره من الجمهور سواء جمهور البصره وايضا جمهور باقي المحافظات اللي دائما يؤازر منتخبنا الوطني، وهذا اعتقد من الجوانب اللي فقدناها في فتره سابقه واعتقد راح يكون جانب مهم جدا لمنتخبنا الوطني في تحقيق نتائج ايجابيه. شكرا جزيلا لك المحلل الفني صفوان عبد الغني، كنت ضيفا في نشره اخبار رياضه، شكرا لك. مع اقتراب نهاية الدورة الثاني من التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، سلط الاتحاد الأسيوي الضوء على أبرز النجوم الذين تألقوا في التصفيات. نعم، ضمت القائمة لاعب منتخبنا الوطني علي جاسم الذي دخل كبديل ليقود المنتخب الوطني إلى تحقيق فوز صعب في جاكرتا، وكان واحدا من النجوم الصاعدة في دوري أبطال آسيا مع نادي القوة الجوية، كما جاء في القائمة الياباني كوكي أوغاو والأوزبكي حسن الدين علي كيلوفا والكوري سون هيونغ والعماني عبد الرحمن المشيفري والأردني يزن النعيمات. في أخبار دور نجوم العراق، حقق فريق الطلبة فوزا مهما على ضيفه نوروز بهدف دون رد في مباراة مؤجلة من الجولة 23 من المسابقة. المواعيد التي تأجلت عندما كانت ظروف اللعب لم تسمح بذلك حان وقتها، والطلبة ونوروز كانت لهم حصة من تلك التأجيلات لحساب الجولة 23 من دور نجوم العراق، ثاني مباريات قحطان كثير مع الأنيق لإثبات أحقيته باستلام المهمة عندما يستضيف بها الضيف الثقيل نوروز القادم من انتصار كبير على أرضه وبين جماهيره. قرار حكم اللقاء بإعطاء ركلة جزاء للطلاب هو من سرق أضواء بداية المواجهة. عرقلة لاوندي كانت فرصة ثمينة لكرار محمد للتوقيع على هدف التقدم للأنيق، هدف غير كل ما رسمه نزار محروس من تكتيك لتسيير الأداء لصالحه، رغم أن التأخر بهدف لم يمنع مهاجمي نوروز من المحاولة على مرمى خصمه، وربما كادت أن تكون الركلة الثابتة حلاً لولا اعتلائها لمرمى دولفان مهدي. ضغط عال مارسه الضيوف استغلوا من خلاله غياب خطورة مهاجمي فريق الطلبة النيجيري إبراهيم توميوا، عنده الحظ في مرتين، الأولى كانت تسديدة مقاصية جاورت القائم الأيمن للحارس، والثانية كانت انفراداً لم يكمل لمسته الأخيرة وفقد به أمل التعديل في النصف الأول. مثلما سرق حكم اللقاء اللقطة الأهم في الشوط الأول، عاد قراره الأهم مرة أخرى لكن بإلغاء هدف النيجيري إبراهيم توميوا بداعي التسلل. الندية بعدها صارت هي العنوان المختصر لحال المباراة. المدربان فتحا اللعب على مصراعيه وكل منهم أراد من لاعبيه التقدم لمنطقة الخصم، ورتم الأداء السريع حتم على مهاجمي الأنيق الوصول للمرمى أكثر لولا الاستعجال الذي أبى حدوث ذلك، لتنتهي المباراة بفوز مهم لصالح الطلاب في أرضه وبين جماهيره. أحمد الهارفة، العراقية الرياضية، بغداد. وبعد نهاية المباراة أعرب الكادر التدريبي لفريق الطلبة عن رضاه لنتيجة المباراة أمام نوروز وخطف النقاط الثلاث.
كل مباراة صعبة خاصة بالأمتار الأخيرة، يعني مباريات الدوري الأخيرة تعرف يعني الجو الحار والأكيد الجو على الفريقين هذا متفقين عليه. مباراة اليوم احنا التلفون كان عندنا نقص 8 لاعبين ما شاركوا مباراة اليوم، لكن الحمد لله اللاعبين أدوا أداء رجولي خاصة الكابتن وائل يعني كان بطل المباراة اليوم. أكيد هذا يدل على أن الفريق مركز في مباراة اليوم. الحمد لله كابتن قحطان كثير خلال الأيام الماضية يعني ركز على نقاط القوة في فريق نوروز، نقاط الضعف في مباراة اليوم الحمد لله فريقنا كان يعني حققنا المطلوب. كل الولد كانوا أبطال اليوم ما قصروا، زي اللي ابتدى من الأول زي اللي نزل الشوط الثاني، يعني كل الفريق كان مركز على الثلاث نقاط والأداء جيد، يعني ما بخلوا ولا بجهد في اتجاه. في المقابل أكد الكادر التدريبي لفريق نوروز أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة أمام الطلبة معربا عن رضاه لمستوى الفريق رغم الخسارة. احنا اليوم يعني قدمنا مباراة صراحة جيدة كبيرة، يعني على الأقل لا نستحق الخسارة، وضعنا فرص يعني مباشرة على المرمى من حالات انفراد ودخلنا المباراة خسرانين 1-0، يعني أول 3 دقائق ضرب الجزاء يعني صراحة. وهاي الفرق اللي مثل الطلبة مثل الفرق اللي عندها خبرة في الدوري إذا سجلت هدف يعني تصير صعب، يعني عندها إمكانية الدفاع والحفاظ على الهدف رغم محاولات الانفراد اللي صارت لنا سهلة. احنا لعبنا مجهدين صراحة ومرهقين لكن قدم مباراة جيدة. مبروك للطلبة، هارد لك فريقنا، أدينا مباراة على مستوى عالي. تشفت المباراة يمكن ضيعنا أكثر من 5 فرص وهذا اللي ضيع أكيد يستقبل هدف. نقول لفريقنا هارد لك، أدينا مباراة كبيرة وإحنا فريقنا مجهد من مباراة الجوية واليوم الجهد بين على بعض اللاعبين. اختتم منتخب العراق بالبليارد والسنوكر المتقدمين مشاركته في منافسات بطولة العرب التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة بحصد 9 ميداليات ملونة. وجاءت الميداليات بواقع ذهبيتين وثلاث فضيات واربع ميداليات نحاسية، وشارك في بطولة العرب 13 منتخبا هما العراق والبحرين اي والبحرين بي والكويت وقطر والامارات والسعودية وعمان والاردن واليمن ولبنان ومصر وليبيا.